السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ امسك امسك، بص بيعمل حاجات بلس 18 ليه كده واحنا بنصور الفيديو كده يعني في البدايه كده؟ كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله، رمضان على الابواب اهوت، ان شاء الله يكون شهر مبارك علينا وعليكم باذن الله. بمناسبه المناسبه السعيده ديت، اليومين دول في ناس كتيره جدا بتدور على ان هي تعمل مزرعه كوكتيل البينو وتصفي اللتينة والرمايضه علشان خاطر ما عادش جايب همه. ففي ناس بتكلمني، طب الكوكتيل الالبينو سعره غالي، طب احنا عاوزين، طب ممكن تبقى لنا مش عارف ايه. بس بقى يا عم بقى، بص الواد ابن اللذين اهو اهو، بس يعني يلا ربنا يوفقك، ملناش دعوه، سيبوه يا جماعه، سيبوه، ده ادري عليه خلاص، خد راحتك يا حبيبي، محدش يقطع ولا يبص عليه عشان بيتكسف. بمناسبه الشهر الجميل ده، هنعمل ان شاء الله النهارده عرض على كوكتيل البينو، وهقول لكم كل حاجه بالتفصيل، وهفرجكم على الطيور، وهقول لكم كل زوج سعره كام، واللي عاوز بقى زوج يكلمني يقول لي ايه، طب انا عاوز الزوج رقم واحد رقم اثنين، كل زوج هقول لكم على سعره وهقول لكم على سنه، واللي عاوز يشتري بقى ايه براحته زي ما تحبوا، تمام؟ بذكركم بس في البدايه اللي لسه اول مره يشوف القناه، يدينا لايك الجميل على الفيديو، واشترك في القناه لو كان لسه ما اشتركش، عشان يوتيوب بيقول لي ان في 68% من الناس اللي بيتفرجوا علينا مش عاملين اصلا اشتراك معانا في القناه. هلف الكاميرا وفرجوا على الازواج، توكلنا على الله. نقول بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ده الزوج رقم واحد معانا، اللي ناحيتي ديت دي البنوته، واللي جوه ده الولد ان شاء الله. بصوا العين هي حمراء دم، جسم العصفور كويس، الصدر ما شاء الله هو تمام، الاثنين عينيهم حمراء والصحه كويسه، والديل ما شاء الله ويصل للارض اهوت. تعال كده نشيل الاكله دي ونفرجكم اكتر على الزوج. ده الزوج رقم واحد معانا اهو، الديل واصل لحد تحت خالص اهوت تمام، والجسم ابيض قطنه، مش في اي علامات، كله تمام وزي الفل. الزوج ده باذن الله على 1500 جنيه بس، 1500 جنيه سن الزوج دوت، حوالي 8 شهور يعني ممكن شهر باذن الله ويشتغل. الزوج رقم واحد 1500 جنيه. تعال نخش بقى على اللي بعديه. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الزوج رقم اثنين معانا اهوت، ما شاء الله الحجم بتاعه اكبر والديل بتاعه اكبر والتسقيفه اجمل اهوت ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي واقف ناحيه اليمين دوت البنوته، واللي ناحيه الشمال اللي مدينا ظهره دوت الولد باذن الله. الديل ما شاء الله اهوت طويل اهو، والتاني اهوت. الزوج ده عامل 1500 جنيه برضو، كنت هقول 1600 بس ماشي نمشيه 1500 برضو، مفيش مشكله تمام، ربنا يبارك. ممكن تتحركوا شويه كده عشان الناس يتفرجوا عليكم ما يقولوش ان انتوا بلاستيك ولا حاجه، اهو حقيقه هو الزوج هو تمام. عاوزين نخلي الزوج ده، ابعد يا عم كده شويه، يا عم ابعد يا عم كده شويه، تعالى كده في الجنب اهو، بص الديل ما شاء الله هو كامل. التفتيله بقى ديت، كان الزوج كان لسه بدا يخش العش، وانا شلت الازواج عشان خاطر ما اتبطش تمام. هو المفروض نستنى على الزوج دوت شهر، اللي هو الشهر بتاع النقل يعني، وبعد كده نبدا نشغلهم باذن الله. الحجم ما شاء الله جميل اهوت. ده كده الزوج رقم 2 1500 جنيه برضو. دوت الزوج رقم 3، بيشيل الاكله دي كده، لما بيشيل الاكله الدنيا بتروق وكل حاجه بتبان. الزوج ده اكبر في العمر شويه، ده عامل 1700. طب بقول لكم خليها 1600، بلاش 1700، 1600 بس، خلي الغلابه تاكل تمام. تعال كده نجيبه من الجنب هنا كده، اتفرجوا عليه. البنوته اللي التاج بتاعها الملكي دي اللي على الشمال، والولد هو اللي فيه علامه بقلم ماركر في راسه من قدام ما شاء الله، ربنا يبارك اهو، بسم الله ما شاء الله. ديت 1600 جنيه شهر واحد، وتركب له برضه العش باذن الله، ربنا يبارك يا رب. تعالى كده نلف القفص كمان من الناحيه الثانيه ونفرجكم عليه. خدوا بالكم دايما الابواب تكون متقفله على الطير كويس عشان خاطر الطير ما يهربش، واللي بيروح ما بيرجعش. الجسم ابيض اهوت ما شاء الله، بياض قطنه، والديل ما شاء الله لامس الارضيه اهوت. الطير جميل والصحه ممتازه تمام. انا بضمن لك الطير كصحه. اللي جت ناحيتنا دي البنوته، البنوته زي ما انتم شايفين كده التاج بتاعها بيكون عريض وكثيف،
الديل بتاعها ما شاء الله هو متني كمان في الارضيه. تمام، تعالى نبص بقى على الزوج اللي بعد كده. الزوج هيكون رقم 4، احنا كده الزوج رقم 3 1600، ورقم 1 و2 1500 بس. ده الزوج معانا رقم 4، ده الزوج ده 1600 هو اللي واقف في الاكله ديت، مش عاوز اتعتع الاكل، وعشان القفص ده ما فيش وقافه هم واقفين كده عند الاكله. ممكن يا كابتن تتاخر كده عشان نبين اختك. ايوان اهو، بسم الله ما شاء الله. اللي على اليمين ديت، الناحيه اليمين دي دوت الولد، واللي كان في الاكله دي البنوته. التاج بتاعها هو عريض ما شاء الله، دايما بتلاقي التاج بتاع البنت عريض والتاج بتاع الولد بتلاقيه ارفع شويه كده. الطير برده ما شاء الله صحته كويسه اهوت، تمام، ربنا يبارك يا رب. طيب اللي عاوز بقى ياخد اي زوج من الازواج دي يتواصل معايا ازاي؟ تعالوا كده انا اوريكم كمان حاجه اعلى شويه. الناس بقى اللي بتدور على حاجه تكون كبيره جاهزه للانتاج على طول، الزوج دوت جاهز. ده اغلى شويه فيهم، وده يعتبر اغلى واحد فيهم، ده عامل 1800. اللي هناك اللي واقف دوت كده دوت البنوته، واللي ناحيتي ديت ده الولد. تعالى كده نخليهم يتحركوا عشان يبان حجمهم اهو ما شاء الله. خليت الفرد منهم يتحرك اهوت عشان ملامحه تبان اكتر لينا. الفرق في السعر دوت بيكون فرق السن، لان زي ما انتم عارفين كل ما الطير ما بيقعد كل ما بياكل. الفرد الفلل دوت عاوز يطلع في الصوره، ممكن بعد اذنك بس تبعد كده، خلي الالبينو هو اللي عاوز يتصور. كل ما الطير ما بيقعد عندك كل ما بياكل كل ما بيصرف، فبالتالي سعره لازم يكون اعلى شويه. الطير دوت جاهز على تركيب العش على طول، يعني تاخده تركب له عش باذن الله. ده عامل 1800 جنيه. سن الزوج دوت حوالي 10 شهور تقريبا او ازيد شويه. العين حمراء هيت برضو. الفرد التركيبات الريمبو ده مش راضي يبعد عن الصوره، عاوز يطلع باستمرار. الفرده اللي هناك اهيت، بسم الله ما شاء الله. الصدر كويس ملحم، والعينين كويسه، والمجمع نظيف، الضوافر كامله، والريش طويل وكثيف. كل حاجه من دول لها سعرها، وكل عصفور وله مستواه. طبعا زي ما انتم عارفين السعر او المستوى بيبقى بفلوس، فكل ما الطير مستواه كان اعلى كل ما طبعا ما بيكون اغلى. الناس بقى اللي بتدور على مستوى يكون جميل، او بتدور على طير يكون حلو للانتاج، كده معاشهم لكم حجه. عندكم اهوت ما شاء الله اكتر من زوج، نقي منه اللي على قد امكانياتك. كلمني على التليفون وخد اللي انت عاوزه باذن الله. ممكن الشحن لاي موقف قريب ليك باذن الله عز وجل، طالما جوه القاهره، طالما جوه مصر يعني عامه، لان في ناس بتكلمني من عمان او الاردن او السعوديه بيكونوا عاوزين طير، مش بعرف اشحن عدد ازواج قليله كده. اللي ببعت معاه الطير بيبقى بيقول لي انا عاوز مجموعه كبيره عشان اقدر نشحنها. فالطير دوت هيتباع جوه مصر باذن الله عز وجل. موسم سعيد علينا وعليكم. كل حاجه هتلاقوها موجوده، او هتلاقوا رقم التليفون كان موجود قدامكم من شويه. اللي عاوز اي طير من دول يكلمني بالتليفون وابعت له الطير على اقرب موقف ليه. الموضوع امن جدا، وشحن الطير عن طريق الموقف ده ما فيش اي خطوره منه، بعمله بقالي 10 سنين، ما فيش اي طير الحمد لله ضاع في السكه ولا حاجه طار ولا كلام من دوت. فالموضوع امن جدا. اللي عاوز حاجه ممكن ابعتها له. اللي يحب يجي يشرفني في البيت ويبص على الطير على الطبيعه وياخد اللي هو عاوزه من عندي قبل العين ديت. موسم سعيد علينا وعليكم باذن الله. اشوفكم على خير في رعايه الله.